فيكم اصدقائي بحلقه جديده من ريمبو. مثل ما عودتكم دائما بكل حلقه انا وريمبو مخبين لكم كثير من المعلومات والاسئله المفيده واللي كمان بتخليكم تفكروا وتبحثوا لحتى تشاركوني اجاباتكم اللي دائما اكيد متاكدين منها لحتى تدخلوا السحب يوم الخميس ويكون عندكم فرصه لتربحوا جالكسي تاب 3. اصدقائي لازم تكثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم وتخبروني اجاباتكم لحتى تكونوا من الرابحين معنا. انا كثير متحمسه لحتى اعرف ريمبو شو مخبين لنا لليوم، وخصوصا انه عندنا اليوم ونهار الخميس اخر فرصه للرابحين، لهيك لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون الأحمر، وهاللون يا أصدقائي بيقول مركب كيميائي يعرف بكلوريد الصوديوم، حيث يوجد في الطبيعة على هيئة بلورات معدن، حيث يمكن استخراجه من الصخر أو من ماء البحر. يعد أحد أساسيات التوابل لدى الإنسان، ولكن لا يجب أن يزيد تناوله عن الحد المعقول، كما أنه يعتبر من أهم الطرق التي تستخدم في حفظ الأطعمة لفترة طويلة، تتم معالجته أيضاً بمادة اليود. السؤال يا أصدقائي، ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ أصدقائي هو مركب كيميائي يعرف بكلوريد الصوديوم، حيث يوجد في الطبيعة على هيئة بلورات معدن، ويمكن استخراجه من الصخر أو من ماء البحر. يعد أحد أساسيات التوابل لدى الإنسان، ولكن لا يجب أن يزيد تناوله عن الحد المعقول، كما أنه يعتبر من أهم الطرق التي تستخدم في حفظ الأطعمة لفترة طويلة، تتم معالجته أيضاً بمادة اليود. ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ يا ترى مين أول حدا من أصدقائنا رح يعرف الجواب؟ حنقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ خالد. خالد، أهلا وسهلا فيك خالد، خبرني عرفت الجواب؟ عرفت الجواب. شو الجواب؟ ملح الطعام. متأكد؟ متأكد. شكرا لك خالد صديقنا، شكرا لمشاركتك معنا. يا ترى مين كمان يا أصدقائي رح يعرف الإجابة؟ هو مركب كيميائي يعرف بكلوريد الصوديوم، ويوجد في الطبيعة على هيئة بلورات معدن، حيث يمكن استخراجه من الصخر أو من ماء البحر. يعد أحد أساسيات التوابل لدى الإنسان، ولكن يجب أن لا يزيد تناوله عن الحد المعقول، كما أنه يعتبر من أهم الطرق التي تستخدم في حفظ الأطعمة لفترة طويلة، تتم معالجته أيضاً بمادة اليود. ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ لجين. لجين، أهلا وسهلا فيك صديقتي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ نعم. شو؟ الملح. متأكدة؟ متأكدة. في حدا عم يساعدك ولا أنت لحالك؟ في حدا عم يساعدني. مين؟ ماما. يا سلام، إيه، شكرا كثير للماما، وشكرا لك لجين اللي دائما مجتهدة وبتشاركنا. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ محمد يوسف. أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك اليوم؟ أول مرة أتصل. أول مرة تتصل، طب خبرني كيفك؟ منيح الحمد لله. محمد اللي منين عم تحكينا؟ من أي إمارة؟ فجيرة. يا سلام، تحية لكل أصدقائنا بالفجيرة. قد عمرك محمد؟ 4. العمر كله يا رب. طيب اللي عرفت الجواب؟ الملح. في حد عم يساعدك؟ ماما. يا سلام، إلا شكرا كثير للماما، وشكرا لك محمد، ضلك دائما اتصل فينا وشاركنا اجاباتك. اصدقائي مين يا ترى كمان رح يعرف الجواب؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ جولانار. اهلا وسهلا جولانار، كيفك؟ منيحة الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ نعم. شو؟ بنحب طعام. متأكدة؟ نعم. طب بتحبي الأكل المالح ولا مو كتير؟
يعني شكرا لك صديقتي، شكرا لمشاركتك يا اصدقائي. مين يا ترى كمان رح يعرف الجواب؟ رح خبركم بس بعد ما نعيد هذا السؤال. ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ مجد. صح. مين معي؟ مجد. اهلا وسهلا فيك صديقي. ما علي تسمعني من التليفون مو من التلفزيون مشان اقدر اسمع صوتك بوضوح. تمام، خفف صوت التلفزيون. يعني انا مخفف صوتي. تمام اوكي، هلا فينا نبدا. خبرني عرفت الجواب؟ شو؟ الملح. متاكد؟ اه. يا سلام، شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك يا اصدقائي. كمان اتصال ومنقول الو. الو 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 مرحبا. مرحبا، مين معي؟ اسيل. اهلا وسهلا نجمة الاسبوع، كيفك؟ الحمد لله. خبريني أسيل، عرفتي الجواب؟ الملح. يا سلام على الحماس. طيب خبريني بس، رح تجي نهار الخميس مشان تسحبي؟ ايه. أنا عم بستناكي ورمبو كتير متحمس ليتعرف عليك. شكرا لك يا صديقتي. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو ألو أصدقائي. ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ يا ترى شو الجواب يا أصدقائي؟ كتفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا أنتم من الرابحين على جالكسي تاب 3. أصدقائي الهدية كتير قيمة وبتستاهل منا نفكر كتير منيح ونطلب المساعدة من الماما والبابا أو حتى من جوجل. يا أصدقائي يا ترى مين كمان رح يعرف الجواب؟ ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. للأسف بدأنا نخسر الوقت وللأسف خلص الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو المركب الكيميائي الذي يعتبر من التوابل ويعالج بمادة اليود؟ والجواب صح، الملح. كل إجاباتكم كانت صح، ألف مبروك. رح نشوف ريمبو كمان شو مخبي لنا ونقول له ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون الأزرق، وهاللون يا أصدقائي بيقول نوع من الأسماك الصغيرة يتراوح طوله بين 1.5 و35 سنتيمتر. لونه رمادي أو بني قاتم، ويتحول لونه إلى ألوان براقة في حال وجوده في محيط غريب عن بيئته. شكله يشبه الحصان فأخذ اسمه من شكله. يقوم الذكر بحمل بيوض الأنثى التي تلقيها في الكيس على بطنه ليتم إخصابها. السؤال يا أصدقائي، ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ أصدقائي هو نوع من الأسماك الصغيرة يتراوح طوله بين 1.5 و35 سنتيمتر. لونه رمادي أو بني قاتم، ويتحول لونه إلى ألوان براقة في حال وجد في محيط غريب عن بيئته. شكله يشبه الحصان فأخذ اسمه من شكله. يقوم الذكر بحمل بيوض الأنثى التي تلقيها في الكيس الذي على بطنه ليتم إخصابها. ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ مرحبتين خالد. أهلا وسهلا فيك من جديد خالد، خبرني شو الجواب؟ فرس البحر. متأكد؟ متأكد. يا سلام، شكرا لك صديقي خالد، دايما صديقنا المجتهد ومثل محمد كمان اللي نحن مفتقدينه اليوم، بس أكيد عم نستنى اتصاله بكل حلقة وبأي وقت. أصدقائي مين يا ترى كمان رح يشارك معنا ويخبرنا؟ رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ صالح عبد الحكيم. مين؟ صالح عبد الحكيم. صالح.
صالح، اهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ من الفجيرة. يا سلام، تحية لكل اصدقائنا بالفجيرة. صالح خبرني، عرفت الجواب؟ صارت النار. متأكد؟ متأكد. متأكد صالح؟ متأكد. تعيد لي الإجابة كمان مرة بوضوح. صارت البحر. شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك. رح ناخذ كمان اتصال يا اصدقائي ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ محمد يوسف. اهلا وسهلا فيك محمد، اللي عرفت الجواب؟ فرس البحر. متاكد؟ متاكد. يا سلام، شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ جولانار. اهلا وسهلا فيك من جديد جولانار، خبريني عرفتي الجواب؟ نعم. شو؟ فرس النهر. متاكده؟ ايه. طب تعيدي لي الجواب كمان مره. فرس النهر. شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك. لتعرفي اذا جوابك صح او غلط لازم تكملي معنا الوقت الخاص بهذا السؤال. ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ يلا يا أصدقائي، يا ترى مين كمان رح يعرف؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ هديل عبد الحكيم. أهلا وسهلا فيك صديقتنا هديل، كيفك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، زمان ما اتصلتي فينا صح؟ صح. طيب إلي لصديق، تعرفتي الجواب؟ فرس البحر. متأكدة؟ ايه. شكرا لك هديل وشكرا لمشاركتك. اصدقائي، ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ لوجين. اهلا وسهلا فيك لوجين، خبريني شو الجواب؟ فرس البحر. في حد عم يساعدك؟ كمان الماما ولا لحالك؟ ماما. يا سلام، شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك، بس لازم تكوني عم تستفيدي من هاي المساعدات وعم تحتفظي بالمعلومات لحالك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ نورة عصام. اهلا وسهلا فيكي صديقتنا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ فرس النهر. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك نور وشكرا لحماسك الدائم. يا صديقتي، ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ مجد. مجد، اهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني شو الجواب؟ فرس النهر، قصدي فرس البحر. شكرا لك مجد وشكرا لمشاركتك معنا. يلا أصدقائي، يا ترى مين كمان رح يعرف الجواب ويخبرنا شو اسم الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. 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 أصدقائي، ألو. أنا ما عم بقدر أسمع يا أصدقائي. ألو. ألو. ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ ألو. ألو. ما عم بقدر أسمعكم صديقي أو صديقتي اللي معي على الخط، للأسف صوتكم أبداً مو واضح أو مو مسموع، أنا ما بقدر أسمعكم. أصدقائي، ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ محمد. اهلا وسهلا، خبرني شو الجواب بسرعه. فرس النهر. شكرا لك صديقي، للاسف خلص الوقت المخصص لهذا السؤال، وسؤالنا يا اصدقائي بيقول ما هو الحيوان البحري الذي يقوم الذكر بحمل البيوض وشكله يشبه الحصان؟ والجواب فرس البحر. للاسف اصدقائي البعض منكم خربطوا قال لي فرس النهر، بس الجواب الصح هو فرس البحر. شكرا لمشاركاتكم، انا وريمبو لسه مخبين لكم معلومات بس بعد هذا البريك. اهلا وسهلا فيكم
لكم أصدقائي من بعد هذا الفاصل رجعنا لكم أنا وريمبو لحتى نشوف شو مخبيلنا كمان معلومات. بس بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم أنكم تكتفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس ويكون عندكم فرصة تربحوا جالكسي تاب 3. أصدقائي شاركوني كل إجاباتكم حتى لو ما كنتوا كتير متأكدين، بعد نهاية كل سؤال أنا رح أخبركم الجواب الصح. بس هلأ لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون الأخضر وهاللون يا أصدقائي بيقول عنصر كيميائي له أهمية حيوية كبيرة جدا لاستمرار الحياة على سطح الأرض، فهو أساس عملية التنفس الخلوي عند الإنسان والحيوانات، كما يدخل في عملية التركيب الضوئي عند النباتات، بالإضافة إلى ذلك فهو أساس عملية الاحتراق، كما يساهم في عمليات التآكل. السؤال يا أصدقائي بيقول ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ هو عنصر كيميائي له أهمية حيوية كبيرة جدا لاستمرار الحياة على سطح الأرض، فهو أساس عملية التنفس الخلوي عند الإنسان والحيوانات، كما يدخل في عملية التركيب الضوئي عند النباتات، بالإضافة إلى ذلك فهو أساس عملية الاحتراق ويساهم أيضا في عمليات التآكل. ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ يا ترى مين من أصدقائنا رح يكون أول متصلين مشاركين معنا ويخبرني الجواب ويكون متأكد؟ أصدقائنا المجتهدين رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ مي. أهلا وسهلا فيك مجد من جديد. كتير المجد اليوم، مجد اليوم كتير مجتهد. خبرني عرفت الجواب؟ آه. شو؟ الأكسجين. لحالك عرفت ولا حد عم يساعدك؟ لحالي. يا سلام، شفت انك مجتهد. شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك معنا. اصدقائي مين يا ترى كمان غير مجد رح يفكر كتير منيح ويخبرني الجواب ويقول لي ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع استمرار الحياة بدونه؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ محمد يوسف. اهلا وسهلا فيك محمد، قل لي عرفت الجواب؟ أكسجين. متأكد؟ متأكد. في حد عم يساعدك؟ ماما. يا سلام، إلا شكرا كتير للماما وشكرا إلك يا صديقي. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ صالح أبو حكيم. أهلا وسهلا فيك صديقنا، خبرني عرفت الجواب؟ شو؟ أكسجين. متأكد؟ متأكد. شكرا لك صديقي، شكرا لمشاركتك. يا ترى مين كمان من الاصدقاء رح يكون عارف الاجابه ويشاركني اتصالاته ويخبرني الجواب ويكون متاكد؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ ساره الامين. اهلا وسهلا فيكي ساره، خبريني عرفتي الجواب؟ الاكسجين. متاكده؟ متاكده. شكرا لك ساره وشكرا لمشاركتك الدائمه معنا. أصدقائي مين كمان رح يكون عارف الجواب؟ ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ فاطمة مصعب. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ أيوه. شو؟ بس كيف؟ ما سمعت. الأكسجين. شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك الدائمة معنا. أصدقائي رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ زايد الأمين. أهلا وسهلا فيك زايد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني عرفت الجواب؟ الأكسجين. متأكد. شكرا لك زايد وشكرا لمشاركتك. مين يا ترى كمان رح يعرف؟ رح نقول ألو. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟
هديل. أهلا وسهلا فيك يا هديل، خبريني عرفتي الجواب؟ الأكسجين. في حد عم يساعدك ولا لحالك؟ بابا. يا سلام، قيلو شكرا كتير للبابا وشكرا لو شاركتك يا صديقتي. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لوجين. أهلا وسهلا فيك لوجين، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ الأكسجين. متأكدة ولا مو كتير؟ متأكدة. شكرا لك لوجين وشكرا لمشاركتك يا صديقتي. أصدقائي، ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ سلمى عصام. أهلا وسهلا فيك سلمى، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ الأكسجين. متأكدة؟ متأكدة. يا سلام، شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك. رح ناخد كمان اتصال يا أصدقائي ونقول ألو. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ عبد الله مصعب. أهلا وسهلا فيك عبد الله، كيفك؟ الحمد لله. خبرني عرفت الجواب؟ أيوة. شو؟ الأكسجين. متأكد؟ ايوه. شكرا لك عبد الله وشكرا لمشاركتك يا صديقنا. رح ناخد كمان اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ دريه. مين؟ دريه. اهلا وسهلا فيك دريه، منين عم تحكينا؟ الفجيره. يا اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا بالفجيره. خبريني قد ايه عمرك؟ 13. العمر كله يا رب، معناها عرفت الجواب اكيد صح؟ صح. جوابك شكرا لك صديقتي، اخذت اجابتك باخر الوقت. ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو اساس عمليه التنفس؟ والجواب صح، الاكسجين. مبروك لكل اللي شاركوا معنا وكانت اجاباتهم صح. رح نعرف ريمبو شو مخبلنا كمان، بس بعد ما نقول له ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. الريمبو كمان مرة لليوم بيقف عند اللون الأحمر، وهاللون يا أصدقائي بيقول هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا، تكونت نتيجة تصدع حدث للبحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاثة جهات، وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. سؤالنا بيقول يا أصدقائي، ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا، تكونت نتيجة تصدع حدث البحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاثة اتجاهات، وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. يا ترى مين أول شخص من أصدقائنا رح يعرف الجواب ويتصل فينا ويكون متأكد من إجابته؟ لأنه السؤال أول شيء كتير سهل، وثاني شيء أنا بعرفكم كتير شاطرين بالمعلومات الجغرافية. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ مين رح يعرف؟ يا ترى أصدقائي وينكن؟ مؤيد، زايد، سارة، جلنار، لجين، أسيل، نور، حبيب، سلمى، ومحمد، سليمان، وينكن؟ فاطمة كمان. يلا يا أصدقائي رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أمل. أهلا وسهلا فيك أمل، منين عم تحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك بكل أصدقائنا بالفجيرة. أمل خبريني عرفتي الجواب؟ نعم، جزيرة عربية. متأكدة؟ متأكدة. في حد عم يساعدك ولا أنت لحالك؟ أمل، في حد عم يساعدك ولا أنت لحالك؟ نعم بابا. يا سلام، إنه شكرا للبابا، بس ما علي قبل تعدي لي الإجابة كاملة. الجزيرة شبه العربية. شبه الجزيرة العربية قصدك صح؟ نعم. شكرا لك أمل وشكرا لمشاركتك، أنا أخذت إجابتك شبه الجزيرة العربية. يا ترى مين كمان رح يعرف؟ حناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟
مؤيد الأمين. أهلا وسهلا فيك مؤيد، خبرني عرفت الجواب؟ شبه الجزيرة العربية. يا سلام على الحماس، شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك. مين يا ترى كمان من الأصدقاء رح يعرف ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ حناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ زوجان. أهلا وسهلا فيك من جديد يا صديقتي، خبريني عرفتي الجواب؟ أيوة. شو؟ شبه الجزيرة العربية. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك لوجين وشكرا لمشاركتك يا صديقتي. مين كمان يا ترى رح يعرف الجواب ويشاركنا؟ مين وينكم يا أصدقائي؟ رينبو عم يتحدانا بمعلومة كتير سهلة، حناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ نور عصام. أهلا وسهلا فيك نور، خبريني عرفتي الجواب؟ آه. شو؟ شبه الجزيرة العربية. يا سلام يا سلام على الحماس، شكرا لك يا صديقتي. حناخد كمان اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا وسهلا فيك سليمان، قلي شو الجواب؟ شبه الجزيرة العربية. متأكد؟ متأكد. شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك الدائمة معنا. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ محمد يوسف. أهلا وسهلا فيك، قلي عرفت الجواب؟ شبه الجزيرة العربية. شكرا لك صديقي وشكرا لمشاركتك. حناخد كمان اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ مجد. مجد، أهلا وسهلا فيك، قلي شو الجواب؟ شبه الجزيرة العربية. متأكد؟ أوه. شكرا لك مجد وشكرا لمشاركتك. حناخد كمان اتصال يا اصدقائي ونقول الو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ سلمى عصام. اهلا وسهلا فيكي صديقتنا، خبريني شو الجواب؟ شبه الجزيره العربيه. متاكده؟ متاكده. شكرا لك سلمى وشكرا لمشاركتك. حناخد كمان اتصال يا اصدقائي ونقول الو. 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 ألو. ألو أصدقائي. ألو. ألو. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ ألو. ألو أصدقائي، مين يا ترى كمان من أصدقائنا عرفوا الإجابة؟ ألو. ألو. ألو أصدقائي. ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ إسراء الأمين. أهلا وسهلا فيك إسراء، خبريني منين عم تحكينا؟ من الفجيرة. تحية لكل أصدقائنا بالفجيرة. أسراء قولي لي قد عمرك؟ 11. العمر كله يا رب. طيب قولي لي عرفت الجواب؟ شبه الجزيرة العربية. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك معنا. حناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. ألو أصدقائي، ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ أصدقائي. ألو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ سيف عمر. أهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ سيف، منين عم تحكينا؟ براس الخيمة. تحية لكل أصدقائنا براس الخيمة، خبرني سيف قد إيه عمرك؟ 6. العمر كله يا رب، طيب قلي شو الجواب؟ سيف سيف يلا يلا رح يخلص الوقت، قلي شو الجواب؟ سيف جوابك الجزيرة العربية. شكرا لك صديقي، أخذت إجابتك بآخر الوقت. سؤالنا يا أصدقائي كان بيقول ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم، والجواب صح، شبه الجزيرة العربية. مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صح. أنا وريمبو لسه مخبين لكم معلومات بس بعد هذا البريك. أهلا وسهلا
فيكم أصدقائي من جديد. رجعنا لكم أنا وريمبو من بعد هذا البريك لحتى نخبركم ريمبو شو مخبيلكم كمان بهاي الحلقة. بس بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم أنه تكثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لحتى تاخدوا فرصة تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتقدروا تربحوا جالكسي تاب 3. أصدقائي بتقدروا أنتوا تفكروا كتير منيح أو حتى تسألوا البابا والماما أو تسألوا جوجل لحتى تخبروني إجاباتكم وتكونوا متأكدين منها. حنعرف ريمبو شو مخبيلنا كمان بس منقله ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون البرتقالي وهاللون يا أصدقائي بيقول معلم تاريخي موجود في إمارة أبوظبي وهو أحد أهم المعالم التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرجع تاريخه إلى أكثر من 200 عام وقد صور على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي. سؤالنا بيقول ما هو المعلم التاريخي في أبوظبي ويظهر على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي؟ معلم تاريخي موجود في إمارة أبوظبي وهو أحد أهم المعالم التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرجع تاريخه إلى أكثر من 200 سنة وقد صور على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي. ما هو المعلم التاريخي في أبوظبي ويظهر على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ مرحبا خالد. أهلا وسهلا فيك من جديد خالد. خبرني شو الجواب؟ الإجابة قصر الحسن. متأكد؟ متأكد. شكرا لك صديقنا وشكرا لإجابتك. أنا أخذ جوابك قصر الحصن. مين يا ترى كمان من أصدقائنا رح يعرف الجواب مثل خالد ويتصل فينا ويشاركنا؟ أصدقائي كل اللي عليكم كنت تكثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم وتخبروني إجاباتكم لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا أنتم من الرابحين الجالكسي تاب 3. رح ناخذ كمان اتصال يا اصدقائي ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟ صالح عبد الحكيم. اهلا وسهلا فيك صالح. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني صالح شو الجواب؟ قصر الحسن. تأكد؟ تأكد. رحت لهنيك من قبل ولا لا؟ رحت. يا سلام شكرا لك صديقنا. شكرا لمشاركتك. حناخد كمان اتصال يا اصدقائي ونقول الو. الو مرحبا مين معي؟ مين مجد. اهلا وسهلا فيك مجد. اسمعني من التليفون صديقي من التلفزيون. اوكي اوكي يلا قل لي شو الجواب. قصر الحصن. تأكد؟ متأكد. شكرا لك مجد وشكرا لمشاركتك. أصدقائي كمان مرة بدي أخبركم تسمعوني من التليفون مو من التلفزيون عشان أنا أقدر أسمع إجاباتكم بشكل واضح. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ جولانار. أهلا وسهلا فيك جولانار. خبريني عرفتي الجواب؟ نعم. شو؟ قصر الحصن. زرتي هالمكان من قبل؟ لا. طيب شكرا لك صديقتي شكرا لمشاركتك معنا. حناخد كمان اتصال ونقول الو. الو مرحبا مين معي؟ شيخة عمر. اهلا وسهلا فيكي شيخة. منين عم تحكينا شيخة؟ منين عم تحكينا؟ من اي امارة؟ امارة. من اي امارة بالضبط؟ طيب يا سلام تحية لكل اصدقائنا براس الخيمة. شيخة خبريني قد ايه عمرك؟ 7. العمر كله يا رب. طيب إلي اللي عرفتي شو جوابنا لليوم لهذا السؤال؟ قصر الحصن. متأكدة؟ نعم. رحتي على هالمكان من قبل ولا ولا مرة زرتي شيخة؟ شو إلي لي؟ لا ولا مرة؟ لا. شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتكم وانا وريمبو بنتمنى تكون مشاركتك دائمه معنا. انا اخذت جوابك ورح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟ هديل. اهلا وسهلا فيكي هديل. خبريني شو الجواب. قصر الحصن. يا سلام شكلك اكيد متاكده صح؟
نعم. شكرا لك صديقتي، شكرا لمشاركتك. أصدقائي رح أرجع أخبركم أكثر عن سؤالنا عن معلم تاريخي موجود في إمارة أبوظبي، وهو أحد أهم المعالم التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرجع تاريخه إلى أكثر من 200 سنة، وقد صور على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي. ما هو المعلم التاريخي في أبوظبي ويظهر على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم الإماراتي؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حمود يوسف. أهلا وسهلا فيك حمود، منين عم تحكينا؟ فجيرة. يا سلام، تحية لكل أصدقائنا بالفجيرة. صديقي خبرني، عرفت الجواب؟ ايه. شو؟ قصر الحصن. متأكد؟ متأكد. في حدا عم يساعدك ولا لحالك؟ ماما. يا سلام، إلا شكرا كتير للماما وشكرا إلك على المشاركة يا صديقي. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة الأمين. أهلا وسهلا فيك سارة، خبريني شو الجواب؟ قصر الحصن. زرتي هالمكان من قبل ولا مرة؟ ولا مرة. طيب شكرا لك صديقتي وشكرا لمشاركتك معنا. رح ناخد يا أصدقائي كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لوجين. أهلا وسهلا فيك لوجين، خبريني شو الجواب؟ قصر الحصن. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك، رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. 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 مين؟ دريا بنت حكيم. خبريني شو الجواب بسرعة بسرعة. قصر الحصن. شكرا لك، شكرا لك صديقتي، أنا أخذت جوابك وخلص الوقت المخصص لهذا السؤال. والسؤال يا أصدقائي كان بيقول ما هو المعلم التاريخي في أبوظبي ويظهر على الوجه الأمامي لورقة الألف درهم؟ والجواب صح، قصر الحصن. مبروك لكل اللي شاركوا معنا أصدقائي، حتدخلوا معنا السحب نهار الخميس وإن شاء الله بتكونوا من الرابحين. أنا وريمبو خلص مشوارنا معكم لليوم، منشوفكم أكيد نهار الخميس، رح تكون مثل العادة حلقة مميزة نعرف فيها مين الرابح ومين نجم هذا الأسبوع. بشوفكم نهار الخميس، باي باي.